حلقه جديده من ملعب الاهلي. النهارده الحقيقه اول خبر او اي حاجه او اول حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم وهي حاجه هامه جدا. انا بس عايز احكي لحضراتكم اليوم النهارده بالنسبه لي كان عامل ازاي. انا صاحي مثلا من 8 الصبح ما نمتش كويس. فطول النهار الواحد متنرفز وتعبان ومتضايق. ولكن بقالنا يومين الحقيقه او ثلاث ايام بنحاول نعرف المعلومات الخاصة بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. والحقيقة أنا كرجل مشجع للنادي الأهلي وفي نفس الوقت كرجل عضو في الجمعية العمومية في النادي الأهلي عايز أعرف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وفي نفس الوقت عايز أعرف أسطورة كرة القدم الكابتن محمود الخطيب كمشجع للنادي الأهلي أخباره إيه دلوقتي. الحقيقة كابتن محمود الخطيب رجع امبارح من رحله علاج. كان قاعد تقريبا لمده شهر، جه كام يوم وبعدين رجع تاني فرنسا. كابتن خطيب عمل ايه خلال هذا الشهر؟ فزي ما بقول بس الاول لحضراتكم، هو اليوم كان بالنسبه لي صعب جدا، فمصدر واثنين وثلاثه عايزين نطمن الحقيقه على كابتن محمود الخطيب، عايزين نعرف كابتن محمود الخطيب اخباره ايه. لغايه لما عرفنا الحمد لله الحاله الصحيه للكابتن محمود الخطيب واخباره ايه والدنيا بالنسبه له ماشيه ازاي والامور هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه وايه اللي حصل خلال الشهر اللي كان متواجد فيه في فرنسا. كلام الحقيقه خلى الواحد النهارده زي ما بقول لكم اليوم كان صعب وطويل، ولكن الحمد لله اخر اليوم الواحد اتبسط. واحد لما تسمع كلام كويس عن رئيس النادي اللي انت عضو جمعيه عموميه فيه، وايضا لما تسمع كلام كويس عن أسطورة كرة القدم المصرية لأي مشجع أهلاوي أو أي مشجع مصري الحقيقة كابتن محمود الخطيب، هتبقى مبسوط من جواك. الحمد لله والشكر لله كابتن محمود الخطيب ماشي بخطى ثابتة جدا في علاجه خلال هذه الفترة. خلينا أشرح لكم وبمنتهى البساطة عشان حضراتكم كل جمهور النادي الأهلي، احنا بقالنا أسبوعين الحقيقة أو بقالنا 10 أيام، مش أنا لوحدي الحقيقة، أي حد بيبقى داخل النادي الاهلي او اي حد مسؤول في النادي الاهلي او اي حد بيقدر يبقى قريب من الكابتن محمود الخطيب ويوصل للكابتن الخطيب اللي هو موجود بيننا الحقيقه، لكن هو دايما ما بيحبش يتكلم على الحاجات الشخصيه اللي تخصه. احنا كل ده عرفناه من مصادرنا احنا بعيدا عن الكابتن الخطيب، لانه لما حتى تيجي تتكلم معاه في حاجه تخصه يقول لك بس خلينا في النادي. فكابتن محمود الخطيب انا بطمن حضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن للغايه حتى هذه اللحظه. طيب ايه اللي حصل خلال الشهر اللي فات؟ كابتن محمود كان في فرنسا زي ما حضراتكم عارفين، قعد هناك تقريبا شهر. كابتن محمود هيحتاج علاج لمده 3 شهور اخرى. العلاج ده ليه؟ كابتن محمود الخطيب للاسف هو عنده رجل اقصر من رجله الشمال اقصر من رجله اليمين شويه، فهو او العكس، فهو دايما بيحط فرش كده في، انا اسف، الحذاء، او اتحط له او اتعمل له فرش في الحذاء علشان يبقى دايما موجود معاه خلال هذه الفتره، علشان بدل ما يحمل على رجله الشمال، هو عنده ظهره من ناحيه اليمين كده هو اللي واجعه شويه، فعشان بدل ما يحمل على رجله فبالتالي بيحمل على ظهره فيبقى الرجلين متساويتين، فتبقى الامور ماشيه بشكل جيد. ده اولا، والحمد لله الامور ماشيه في موضوع الفرش ده بشكل جيد جدا. ثانيا، كابتن محمود كان متواجد في فرنسا لبدء العلاج الطبيعي مع احد الدكاتره الكبار في الخاصه بهذا الموضوع في فرنسا. هياخد كورس علاج طبيعي في الجيمانيزيوم، وفي نفس الوقت هياخد كورس علاج طبيعي في الماء، علاج طبيعي مائي. وهيفضل ماشي عليه تقريبا لمدة شهر من دلوقتي لغاية يوم 20 أو 25 يناير، وبعد كده إن شاء الله يكون في تحسن. لو في تحسن من الممكن جدا أنه يسافر مرة أخرى أواخر هذا الشهر، شهر يناير، علشان يطمن مرة تانية على مستوى التحسن. ولكن كابتن محمود الخطيب بيمارس أموره العادية في النادي تقريبا بشكل من ساعة ما جه، يعني ممكن يكون امبارح استريح، النهارده برضو عنده شويه حاجات بيعملها، ممكن بكره يكون متواجد في النادي او الايام القادمه سيكون، انا متاكد ان هو هيكون متواجد في النادي خلال الايام القادمه، انا ما عنديش معلومه طبعا، ولكن انا بحاول ان انا اعرف من مصادرنا، يعني احنا في الاخر احنا بنشتغل مذيعين فبنبقى عايزين نعرف كل ما يخص
هذه الامور عشان نقولها لحضراتكم ونطمن حضراتكم. وبالتالي الامور ماشيه بشكل جيد جدا. اذا كان هناك صفقات فهي ماشيه بشكل جيد جدا، او صفقه، هي فاضل صفقه للنادي الاهلي ان شاء الله تبقى ماشيه بشكل جيد جدا والامور فيها مستقره. الامور داخل النادي الحمد لله رائعه وجميله جدا، وبالتالي كل واحد ماسك ملف من اعضاء مجلس اداره النادي، كل واحد ماسك ملفه وشغال في الملف بتاعه لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه ولخدمه اعضاء وجمهور النادي الاهلي اللي بالملايين في كل حته.